يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، اسكندرية 31 23، مطروح 30 22، بورسعيد 31 23، إسماعيلية 36 21، السويس العظمى ستكون 35 والصغرى 22، العريش 32 22، طابق 33 21، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 39 28، الأقصر العظمى ستكون 41 والصغرى 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 38 25، وأخيرا حلايب 35 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.